بعد مرور 8 أيام على تفجير انتحاريين من داعش أنفسهم داخل معمل غاز التاجي، زارت كاميرا الحرة اليوم الموقع حيث تم استئناف العمل من جديد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على مداخل المعمل تحسباً لأي خرق. إجراءات مشددة تمت بالتنسيق مع شرطة الطاقة، إعادة أعمار معمل الغاز إلى كامل طاقته الإنتاجية، إضافة إلى تفعيل النشاطات الأخرى ب 48 ساعة. استئناف تحميل الغاز جاء بعد مرور 3 أيام تقريبا على التفجيرات التي استهدفت 3 خزانات كبيرة، كما أن إنتاج الغاز وصل إلى 150,000 أسطوانة لعموم العاصمة، بعدما كان نحو 90,000 فقط حسب القائمين. أما ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز فأرجعها المعمل إلى استغلال الباعة المتجولين وبعض محطات تعبئة الوقود للظروف الأمنية التي وقعت حسب وصفهم. الطاقة الاستهلاكية في بغداد هي 90,000 أسطوانة باليوم. بعد الحادث طاقتنا وصلناها إلى 150,000 أسطوانة، يعني زيدنا طاقتنا بحدود 150%. بس اللي صار بالشارع واللي المواطن يمكن حس به خلال يوم أو يومين هو تلاعب بعض الباعة الجوالين اللي حاولوا يستغلون المواطن بسبب الشائعات. فيما تحدث بعض العمال عن تفاصيل يوم الأحد الماضي الذي شهد تفجير خزانات الغاز ودخول الانتحاريين في ساعات مبكرة قبل وصولهم إلى العمل، مؤكدين استقرار وانتظام دوامهم بعد انتهاء الأزمة بساعات. هذه الحادثة صارت قبل الدوام، وبالفعل تدرين احنا خطوط، والخطوط توقفت قبل دخول هالشركة. تم تبليغنا بأنه هناك حادث إرهابي وعدم دخولنا للشركة، لأنه القوات الأمنية تعالج الموضوع. بعد بضعة أيام من التفجيرات التي استهدفت معمل غاز التاجي، استئناف العمل به من جديد وترميم جميع هذه الخزانات المتضررة مع تسجيله نسب إنجاز فاقت ما كانت عليه قبل الحادث. من داخل معمل غاز التاجي، استبرق حسن، الحرة.